السلام عليكم. انتم الان مباشره مع ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب، اواني شعيب. عروض رائعه جدا، بحال هذا البونبونيير كريستالا اللي نورمالمون كدير 100 درهم، حنا دايرين لها فقط 60 درهم، 1200 ريال. رائعه جدا وفيها بروموسيون زوينه، وكاين عندنا هذه اللي طويله بالنحاسه ديالها، الثمن ديالها فقط 70 درهم، 1400 ريال. الاخوان غدا الجمعه والسبت والاحد كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، غادي يكونوا دي بروموسيون واعرين، وغادي يكونوا شي هموز خطيرين عند اواني شعيب. مرحبا بكم. التفصيل ديال الديسير راه مازال متوفر، قريب يتقاد الثمن ديالو 20 درهم، 400 ريال. هذا التفصيل راه رجع لكم من جديد، والثمن ديالو غنبيعوا لكم جوج فقط ب 1400 ريال، جوج ب 70 درهم. هاد ترونسبارو في الدوغي كنبيعوا لكم جوج ب 70 درهم، وكاين عندنا كذلك هاد الموديل الثمن ديالو 50 درهم، 1000 ريال. كاين عندنا كذلك بزاف هذيك اللعيبه ديال شنو هي، كاين عندنا هاد الموديل هذا الثمن ديالو فقط 50 درهم، 1000 ريال. هادو كاملين اللي هنا الثمن ديالهم فقط 50 درهم، 1000 ريال. وكاين عندنا الطبيصلات الثمن ديالهم فقط 70 درهم، 1400 ريال. نمره 45 ديال البسطيله وديال الكسكسو والديسير اي حاجه، الثمن ديالها فقط 70 درهم. قبل ما نكمل معكم لا بروموسيون الاخوان، بغيت نقول لكم انتم الان مباشره من محل اواني شعيب البرنوسي، اواني شعيب البرنوسي المحل ديالنا جا مقابل مع الدار اللوراني ديال النيابه. مرحبا، الله يحفظك، مرحبا، شكرا. هذه هي النيابه اللي كاينه في البرنوسي، حنا جينا في الدار ديالها ملاصقين مع استوديو ياسين. مرحبا بكم. هذا الغراف الثمن ديالو 400 ريال، 20 درهم، رائع جدا. وكاين عندنا كذلك هذه الكويسات هادو اللي غنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم، كل باكيه فيها 6، الثمن ديالو فقط 600 ريال. جوج باكيات ب 600 ريال فقط. انا غنعطيكم لي بروموسيون اللي عزيز عليكم، فقط بغيت نقول لكم ان المقراج ديال الضوء الاخوان الثمن ديالو فقط 80 درهم، 1600 ريال. مقراج اينوكس في ظرف قليل، في ظرف قليل بزاف كيقدر يسخن لك الماء اللي بغيتي، اينوكس من برا ومن الداخل، الثمن ديالو فقط 80 درهم، 1600 ريال. مرحبا. لا طوندونس الاخوان عند اواني شعيب هو هذا المقراج اينوكس، الثمن ديالو 1600 ريال. كاين عندنا كذلك لي بلاندر، عندنا بلاندر كاس ديال الزاج ليكسوس، وعندنا بلاندر كاس اينوكس كرافت، الثمن ديالو 4000 ريال ديال الزاج، والاينوكس 4600، 230 درهم. حتى هادو راه الناس كياخذوهم بقوه لان لا بروموسيون اللي فيهم زوينه. هاد لي بلاندر نورمالمون راه كيديروا 350 درهم، حنا دايرين لهم 199 درهم، يعني ناقصين فيهم واحد 40%. وكاين عندنا هادو ديال لينوكس الثمن ديالهم غير 4600. هاد الكاس هذا واخا يطيح في الارض ما غيتهرس ما والو لانه اينوكس. كاين عندنا بانيني الثمن ديالها 4000 ريال، جرانيت رائعه. وكاين عندنا التراب الثمن ديالو 50 درهم. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام. دابا حاليا كندير معكم لايف من عند اواني شعيب البرنوسي. ها هو الفاز رجع لكم من جديد، هذا غنبيعوا لكم 4 ب 50 درهم، 4 ديال الفيزان فقط ب 1000 ريال. فاز رائع جدا، 4 ب 1000 ريال، 4 ب 50 درهم. كاين عندنا هذه الفراقه الثمن ديالها فقط 60 درهم، 1200 ريال. شوفوا هذه الفراقه كيفاش غتجي اونصومبل مع التبصيل هذا، شوفوا معايا مزيان. الفراقه 60 درهم، والتبصيل النمره 45 ب 70 درهم، يعني 60 درهم و 70 درهم، يلاه جات 130 درهم. التبصيل النمره 45 زائد الفراقه على جوج طبقات، هذا الشيء كامل ب 170 درهم فقط، 130 درهم. 60 درهم على 70 درهم هي 2600 ياك.
كاين عندنا كذلك التويشيه 20 درهم 400 ريال. ها هو البروموسيون اللي كتعجبكم، شوفوا معايا مزيان، غنبدا معكم دابا ب 20 درهم. هذه الثمن ديالها 400 ريال، حتى الحوته الكبيره الثمن ديالها 400 ريال، الصغار غنبيعوا لكم جوج ب 400 ريال، المولى الاخوان الثمن ديالو 400 ريال. عافاكم، اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين. علاش اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين؟ لان السكرين كيسهل عليكم انكم تجيو تقداو عندنا. هادي ملي غتدخلوا تقدروا ما تعرفوهاش فين كاينه، الا وريتيها للدري اللي كاين هنا غير هو يجبدها لك. غير ديروا سكرين عافاكم باش تسهل عليكم الطريقه ديال السلعه اللي بغيتو. هادي 400 ريال، عندنا هادي حتى هي باك كامل فقط ب 20 درهم، فيها 6. هاد المول هذا الثمن ديالو 20 درهم 400 ريال. حمزه عافاك، واحد المفاجاه موجدينها اليوم للكليان، هذيك ديال فين هي؟ سول شوف واحد الكرتونه ما يمكنش ما كايناش. ها ديال ان الكم عيط. كاين عندنا هادو الثمن ديالها فقط 6 ب 20 درهم، 6 ب 400 ريال الاخوان، 6 ب 400 ريال. وكاين عندنا هادي كنبيعوا لكم 5 ب 400 ريال، حتى هادو كنبيعوا لكم 5 ب 400 ريال. الصبر ديالها جاتك زوينه، الصبر ديالها جات زوينه، وجات اصورتي مع هاد الباك ياك، واصورتي مع التيشيرت حتى هو. 알아 لي هذا الباك هذا عفاك، شوفوا معايا هذا الباك هذا حتى هو فيه بروموسيون واعره. اعطيني حتى الكوفير عفاك ديال التفصيل. جبنا لكم واحد الباك فيه 6 ديال العواشق صغار، و6 ديال العواشق كبار، و6 ديال الفورشيطات، و6 ديال الماس. هذا الباك هذا نورمالمون كان بواحد الثمن غالي بزاف، لانه اينوكس اوريجينال. اواني الشعيب كيدير لي فقط 60 درهم 1200 ريال. باك ديال العواشق فيه 6 ديال العواشق صغار، 6 ديال العواشق كبار، 6 ديال الفورشيطات، 6 ديال الماس، الثمن ديالو فقط 1200 ريال 60 درهم. شوفوا معايا مزيان عافاكم، وركزوا معايا مزيان على هاد لا بروموسيون اللي كاينه في هاد العاشق هادي، الثمن ديالها 1200 ريال، غادا تكون متوفره عند اوان الشعيب البرنوصي والمدينه ان شاء الله، وابتداء من يوم السبت غتكون متوفره في المحلات ديالنا الاخرين. الثمن ديال هذا فقط 60 درهم 1200. اعطيني واحد الباك، جبنا لكم واحد الباك ديال التبصيل، اعطيني الكبير ديالو. شوفوا معايا هذا الباك هذا شحال زوين، بقى 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 فيه مفاجاه واعره بلاتي، فيه الصغير وفيه الموين وفيه الكبير ياك. شوف هاد الباك هذا كوفير الثمن ديالو فقط 180 درهم، فيه 6 طباسل صغار، 6 طباسل موين، و6 ديال الطباسل كبار، الثمن ديالو 180 درهم، 3600 فقط، 180 درهم. نشوفوا بشحال كيطيح التبصيل. بقاو معايا عافاكم، دائما أجدد الترحاب، أنتم الآن مباشرة من محل أواني شعيب البرنوصي، والله إلا مخير كاع صاحبي، كيطيح ب 10 درهم. شوف 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 شوف، تخيل معايا التبصيل هذا، كيطيح فقط ب 10 درهم التبصيل. وباك زوين فيه 18 بياسة، الثمن ديالو 180 درهم، فيه 36، فيه 18 بياسة، 6 صغار 6 موين وكذلك 6 كبار. دائما أجدد الترحاب، أنتم الآن مباشرة من محل أواني شعيب المدينة، بقوا معنا الإخوان أواني شعيب البرنوصي، بقوا معنا نعطيكم الجديد اللي عندنا، نعطيكم لا بروموسيون سولد اللي عندنا. دير قلب عليها صيفطها لكم،
دائما اجدد الترحاب، نكمل معكم لا بروموسيون. هادو كنبيعوا لكم 6 ب 20 درهم، وهادو كنبيعوا لكم 5 ب 20 درهم، حتى هادي كنبيعوا لكم 5 ب 20 درهم. هاد الطبيصله حتى هما كنبيعوا لكم 6 ب 20 درهم. عندنا هادي ديال الماكله الثمن ديالها فقط 5، لا حتى هادي 20 درهم. الموسوبال 20 درهم، الغراف 20 درهم. هاد الباك كامل اللي كتشوفوا هنا 400 ريال، كيف هذا ب 400، كيف هذا ب 400، كيف هذا ب 400، كيف هذا ب 400 ريال. يعني اللي عجبكم الثمن ديالو فقط 20 درهم. المقص الذهبي حتى هو فيه 3 ديال الموديلات، الثمن ديالو فقط 400 ريال 20 درهم. هاد التفصيل هذا الكبير كنبيعو 3 ب 20 درهم، وحتى هاد الموديل حتى هو كنبيعو 3 ب 20 درهم. مرحبا بكم، اش من مدينه؟ نتوما الان مباشره من مدينه الدار البيضاء، اواني شعيب كيرحب بكم. دابا كنديرو معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، اواني شعيب البرنوصي. المحل ديالنا في البرنوصي جا مقابل مع الدهر الوراني ديال النيابه. هذه هي النيابه اللي كاينه في البرنوصي، كاينه نيابه وحده هي هذه. حنا في الدهر ديالها بلا مراكين، هنا السوق النموذجي لتحت، ورا السوق النموذجي كاين سوق طارق، كتطلعوا مع الجرده كتلقاو هنا استوديو ياسين. مرحبا بكم. كاين كذلك اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا جا في الدهر ديال بنك المغرب. اواني شعيب المدينه جا ورا بنك المغرب، اواني شعيب المدينه جا ورا بنك المغرب اللي مقابل مع جردة الحمام. كاين عندنا هاد الكاس فيرزاتشي 25 درهم، باكيه فيها 6 ب 500 ريال. انا غندور معكم على المحل كامل الاخوان، بقاو معايا. اللي عجباتو شي حاجه يدير ليها سكرين، انا غنوريكم الجديد دابا. الثمن ديال هادو فقط 500 ريال. كاين عندنا هاد لي بلاطو الثمن ديالهم كنبيعو جوج بلاطوات ب 30 درهم، جوج بلاطوات فقط ب 30 درهم، بريستيج رائعين جدا، جوج ب 30 درهم. كاين عندنا هاد الكاس الثمن ديالو باكيه نورمالمون باكيه كدير 70 درهم، حنا غنبيعو لكم جوج باكيات ب 70 درهم، يعني كل باكيه ب 35 درهم. حتى هادو اللي بالرجيله غنبيعو لكم جوج باكيات ب 70 درهم، يعني باكيه وحده ب 35 درهم. يلا اللي كيطلع ليه اللايف الاخوان يعطينا جيم جيم جيم، والبارطاج كلشي يعطينا جيم الاخوان. كاين عندنا هاد الكاغاف عوض 100 درهم، غتاخذوا عند اواني شعيب ب 50 درهم. كاين عندنا كذلك هاد الكيسان ديال الالوان 50 درهم. كاين عندنا هاد البونبونيير الثمن ديالها 1200 ريال 60 درهم. كاين عندنا ديال النحاس 45 درهم 70 درهم، هادي ب 60 درهم، وهادي ب 70 درهم، هادي 70 60، هادي الثمن ديالها 60 درهم، وهادي 70 درهم ديال النحاسه 1400 ريال. والكبيره ديالها، والكبيره ديالها 100 درهم ياك، 100 درهم، هذه 100 درهم. شد معايا فحال هكا 100 درهم. كاين عندنا هاد التويشيات الصغار الثمن ديالهم غنبيع لكم 3 ب 50 درهم، واللي كبر منهم شويه غنبيع لكم 3 ب 60 درهم، 3 ب 1200 ريال. وكاين عندنا هادو صراحه هادو كياخذوهم غير دوك ماشي غير ما كنفرقوش ولا ما كننقصوش ولا من مي دوك كيجيو دوك العيالات المستيليات اللي كتقول لك باغا الطويبله ديالي، هادي كتقول لك عافاك عطيني هذوك اللي كيجيو فيهم ديك، كتقول شي كلمات صراحه انا كاع ما كنفهمهم بعض المرات كاع. وحق الله راه ولاو دابا، راه ولاو دابا لا ماشي بفرونسي، ولاو دابا شي لعيبات في هادشي ديال الباتيسري وهذا اللي حنا ما كنعرفوهمش، شي نوع ديال لي كاطو ولا كتقول لك السميه ديال شي تويشيه ولا شي لعيبه انت اللي ما عارفه، كتقول لك راه غتجيني واعره هنا وغنحطها هنا، وهذه صراحه واعره حتى هي مستيليه
الثمن ديالها كنبيعوا 3 ب 50 درهم. كاين عندنا البريردات كنبيعوا الصغير ب 170 درهم في بروموسيون واعره، هذا تاتش اوريجينال، الصغير ب 170 درهم والكبير ب 190 درهم. حتى هذا الموديل هذا كنبيعوا الصغير ب 170 درهم والكبير ب 190 درهم ياك. كاين عندنا هذا الكاج هذا الثمن ديالو 2400. مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بجميع الزبناء ديالنا الكرام مباشره من المحلات اواني شعيب. دابا كنديروا معكم لايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي، غدا الجمعه كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل، والسبت كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 الليل، والحد كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل. غتكون بلبله، كاينه عطله، كاينه عطله 3 ايام هذه، اكيد الناس غيجيو عندنا من مختلف المدن المغربيه، وكل واحد يقول لنا المدينه اللي غادي يجي منها. يلا كتبوا لنا في التعاليق اشنا هي المدينه اللي غادي تجيو عندنا منها تقداو من عند اواني شعيب. واش غتجيو من سطات ولا برشيد ولا فاس ولا مكناس ولا طنجة ولا مراكش؟ مرحبا بكم. جوج بلاطوات ب 60 درهم، جوج ب 1200 ريال. شوفوا معايا هادو شحال زوينين، الثمن ديالهم فقط 60 درهم على جوج 1200 ريال، والكبير على 3 ب 70 على 3 ب 80 درهم. هادو قلنا لكم كنبيعوا جوج ب 25 درهم، جوج ب 500 ريال، والكبيره ديالك كدير فقط 20 درهم. المفاجاه ديال اللايف سيداتي ساداتي الافاضل مباشر على هذا البث المباشر، العجانه الاخوان شد اخويا بحال هكا هاد العجانه اللي كنعطيو معها هادي كادو. سير اخويا سير 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 لبس لبس. سير اخويا سير سير. كاين عندنا الطابليه مجانا، كاين عندنا هاد العجانه اولا هادي 4 اترو، ثانيا ماركه زوينه، ثالثا فيها 1000 ديال لي واط، رابعا كدير نورمالمون 1000 درهم، حنا غنبيعوها لكم ب 450 درهم 9000 ريال. الناس اللي سولونا على العجانه، لا طوندونس ديال العجانه عندنا هي هاد العجانه 4 اترو لا مارك بنت بن بيناتوم بيناتون، الثمن ديالها رائع وفيها لا غارونتي، والثمن ديالها فقط 450 درهم غير 9000 ريال. لاول مره في المغرب غتشريو عجانه ب 9000 ريال حصريا عند اواني شعيب. شوف اخويا الطابليه كيفاش كتجي، واعر، كيعطيو مع طابليه مجانا. كاين عندنا الاخوان هاد اللعيبه ديال العطريه على 3 طبقات، الثمن ديالها فقط 170 درهم، كنا كنبيعوها ب 4600، لا كنا كنبيعوها ب 4400، اليوم نقصنا 1000 ريال ودرنا ليها 3400. الطرابه الاخوان 50 درهم 1000 ريال، وكاين عندنا هذا اللي فيه طراب وميكسر وهاشوار وبول، الثمن ديالو 150 درهم 3000 ريال. هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا انتم دابا غادا تكون عند اواني شعيب البرنوصي، المحل ديالنا جا مقابل مع الدار اللوراني ديال النيابه، اواني شعيب المدينه الدار ديال بنك المغرب، بنك المغرب. شوف اواني شعيب المدينه كاينه جرده الحمام، جرده الحمام كاينه مقابل معها بنك المغرب، حنا جينا في الدار ديال بنك المغرب، زنقة طاطا، أواني شعيب المدينة ورا بنك المغرب في زنقة طاطا. كاين كذلك أواني شعيب الحي المحمدي، عندنا جوج محلات في الحي المحمدي، أواني شعيب الحي المحمدي الأولاني اللي في الطلعة ديال القيصرية، الطلعة ديال القيصرية مقابلين مع جامع بلقاضي، الى وصلتوا طلعت القيصريه سولوا على اواني شعيب اللي جا مقابل مع 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 جامع بلقاضي او صالون زينب القديم. وكاين اواني شعيب الحي المحمدي دوه جا في دوره المذاكره مقابل مع قهوه تيتانيك،
النعت واضح جدا، كنحلو من 10 الصباح حتى 10 الليل. الناس راه كتجي تستافد من لا بروموسيون اللي عندها الخطبه، واللي مقبله على الزواج، واللي باغا تبدل دارها، واللي باغا تقدم الماعن، واللي باغا تبدل الكوزينه، ولا اللي جايين عندها الضياف كتقصد اواني شعيب. علاش؟ لاننا عندنا لو شوا، عندنا الاختيار في الماعن، الكيسان على الانواع والاشكال، البراد على الانواع والاشكال، البلاطو على الانواع والاشكال، البانيني على الانواع والاشكال، الترموسات على الانواع والاشكال، وفوق هادشي ثمن رخيص. هل يعقل انك تاخذ براد اينوكس اوريجينال ب 1200 ريال؟ ما كايناش هاد البراد هذا، لمشيتي وتاويتي عليه في القيصريه تاخذو ب 90 درهم. راه كنقول هادشي قدام الالاف ديال الناس، يعني ما انا ماشي من داك النوع اللي غادي نكذب ولا غنقول هاد البراد كيدير 1800 ريال. الا تاويتي عليه، الا تشطرتي عليه غتاخذو ب 90 درهم. حنا داير ليه 1200 ريال فقط، اللي كبر منه كنبيعو لكم غير ب 80 درهم حصريا عند اواني شعيب. دائما كنجيبو لكم حصريات. اللي كبر منه كيدير 90 درهم 1800 ريال، والكبير ديالو هذا راه جوج يطرو اللي كيدير 3600 حنا كنبيعوه ب 100 درهم ناقصين 1600 ريال. الصولد الحقيقي كاين عند اواني شعيب، غير باش تكونوا عارفينها. وهاد القضيه المغاربه كاملين عارفينها، والحمد لله كلشي كيجي يتقدى الاواني المنزليه عند اواني شعيب. كاين عندنا هاد البراد هذا كيدير 70 درهم الصغير ديالو، واللي كبر منه كيدير 1600، واللي كبر منه كيدير 90 درهم. واش الكبير ديال هذا ما بقاش عندك؟ باقي ديال 1400 وديال 1600. الكبير ديالو ما بقاش في البرنوسي مع الاسف، ولكن مازال متوفر عند اواني شعيب المدينه، مازال عندنا في لو ستوك في المدينه. حنا عندنا واحد المنافسه شويه، الا بقات البياسه في هذا المحل وما بقاتش في المحل الاخر كيتقلقوا. علاش كنشد في حمزه شويه؟ قلت لي زعما راه باقي في المدينه ولكن ما بقاش هنا. اواني شعيب المدينه جا في الظهر ديال بنك المغرب زنقه طاطا، كلشي يحفظ العنوان هذا. نكملوا معكم لا بروموسيون حتى الكيسان. عندنا انواع زوينه بحال هادو كيديروا 70 درهم 1400 ريال. كاين عندنا هادو تيديروا 1200 ريال، حتى هادو كيديروا 1200 باكيه فيها 12، حتى هادو كيديروا 1200 ريال باكيه فيها 12. شوفوا معايا الكيسان شحال زوينين. واحد السيده قالت كيفاش مشيت ناخذ البراد، قال لي ما كاينش البراد ب 60 درهم، قال لي كاين ديال 70 درهم. شوف انا نقرا التعليق ديالك. هاد الموديل ديال ايليت هذا، شوف هاد ايليت 0.8 كيدير 60 درهم، ولكن هاد الموديل 0.8 كيدير 70 درهم. ياك غتقدر تكون مشيتي لشي محل اللي ما بقاش فيه 0.8 في إيليت ديال 60 درهم، ولكن كاين 0.8 في لوكسوس اللي كنبيعوه ب 70 درهم. بحال دابا مثلا هنا في البرنوسي كاين 0.8 وكاين 1.2، ولكن ما بقاش 1.16. في المدينة كاين 0.8 في لوكسوس، 1.2 في لوكسوس، و 1.6 في لوكسوس، ولكن في المدينة ما كاينش 0.8 في إيليت، ولكن كاين 1.2 و 1.6 و 1.2 يطرو. يعني في المدينة ما كاينش ديال 1200 في إيليت، وكاين في البرنوسي، وفي البرنوسي ما كاينش ديال 1800 ولكن كاين ديال 1400 و 1600. هادشي اللي كاين راه بعض المرات كيوقعوا سوء تفاهمات صغيره اللي ما كيفهموناش الناس في اللايف، وكنقولوا انهم بحال دابا مثلا انا نعطيكم اكزومبل. انا قلت هنا 1200 وهنا 1200 وهنا 1200 وهنا 1400، والله العظيم الا كتجي الكليانه كتقول لك هذا قال 1400،
حيدها لها من فمها. وشتهم بعيني انا تصادفت معاهم هنا مباشره، ما عارفينيش انا شعيب، وكتقول الدري انت كذاب نتايا، انا سمعتو قالت 12 مية ريال. كنقول لها جبدي لي اللايف، بحال دابا كاينه شي وحده كنقول لها جبدي لي اللايف قلت هذا ب 12 مية وتاخذي 1000 درهم ديال المعن. زوينه هاد القضيه، كتولي تدخل وتخرج في الهضره لا حكه. مي لا ما لقيتش، لا ما لقيتنيش انا، راه كدير شراعي ديال في الدراري نتوما كذابين. هادي لا يركزوا معنا مزيان، ها 12 مية، ها 12 مية، ها 12 مية، ها 14 مية، ها 100 درهم، ها 100 درهم ياك. هذا الصغير ب 12 مية، ولكن الصغير في هذا ب 14 مية. جيب لي ديال 90 درهم، جيب لي ديال 90 درهم عافاك، ارى لي ديال 90 درهم لان غيتقادى هذا. ارى هذا، هذا ارى لي هذا ب 90. لا 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 فينا فيرزاتش، هذا ب 90 درهم. شوف 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 معايا مزيان، هذا ب 70 درهم وفيرزاتشي ب 90 درهم. شتيهم انت؟ كاين دابا يقدر يتقادى هذا ديال 70 درهم وتجي شي مرا الشهر الجاي وتهز ليهم فيرزاتشي وقولوا لها 90 درهم، تقول لهم 90 درهم كاع شويه ب 14 100 ريال. بارك الله عليكم. لا بوي كيقولوا بوش عيب بحال بحال تا بوش. انا فراسك كيعجبني اللي يقول لي بوش عيب، كتجيني خارجه من الفم ديال واحد الام، كتجيني في هذيك بوش عيب، كتجيني فيها الامومه فراسك. ديك بوش عيب كتجيني من عند واحد المراه بلديه مغربيه، بعض المرات كتكون مثلا في بعض الاحيان بدويه، كتعجبني منها. على فكره واخا انا في لاكارت ناسيونال عندي شعيب سي اش او اي اي بي سير، قلنا هذا ب 14 100 ريال وهذا ب 90 درهم. الا جيتي الشهر الجاي ان شاء الله ولقيتي هذا التقاده غتلقى هذا ب 90 درهم. واضح راه ليكسوس ليكسوس كنحاولوا. نعم انه الناس اها اها وكيقولوا كتكذبوا علينا. اه كاين واحد المشكل اخر دابا. اعطيني 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 التليفون، اعطيني اعطيني التليفون اعطيني. اه انا غنوضح لهم هذه القضيه، واخا حنا بغينا نوريو الناس الجديد وبغينا نوريهم السلعه وبغينا نوريهم لي بروموسيون. اسمحوا لي غير واحد الدقيقه نوضح شي حوايج وندوز معاكم ل سميتو لي بروموسيون اللي عندنا. مثلا كاينين الناس كيكتبوا اواني شعيب في يوتيوب ياك ياك، تخيلوا معايا اشنو كيخرج ليها بلاتي. كيخرج ليها لايف ديزا عليه شهر، هاو دابا هاد اللايف ديزا عليه شهر، هي ما كتقراش هاد اموا ما كتقراهاش، كتدخل لايف كتفرج مثلا كتلقى مثلا لي بروموسيون اللي عندنا. بحال دابا مثلا 6 ايام 23 15 ساعه زيد 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 11. بحال دابا هاد اللايف ديزا عليه 11 يوم، شتي هذا ديزا عليه شهرين. هذا شوف شوف هاد اللايف هذا ديزا عليه شهرين، هاو شهرين ديزا عليه هاد البلاطو، ما بقاش هذا ديال 60 درهم ما بقاش، فهمتي؟ زيد زيد هاد الترموسات ما بقاوش، زيد زيد هادو باقين، هذا ما بقاش، زيد 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 هاد الكيسان باقين، هادو ما بقاوش. واش فهمتوا اش كيوقع لينا؟ زيد هاد البلاطوات ما بقاوش حتى هما، زيد هاد البراد ما بقاش. واش فهمتي؟ كيجيو كيتكتب اواني شعيب في يوتيوب كيخرج ليها لايف ديز عليه شهرين، وكتجي كتقول لك لا هذيك السلعه اللي شفت انا البارح ما كايناش، هو اللايف ديز عليه 6 شهرين ولا 3 شهور. دائما اجدد الترحاب مباشره من المحلات اواني شعيب، كنديروا معكم دابا لايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوسي الاخوان، عروض زوينه بزاف، دي بروموسيون واعره. اجيو غدا تقداو مع 10 الصباح حتى 10 ديال الليل في محلات اواني شعيب البرنوسي والحي المحمدي، وكذلك اواني شعيب المدينه. مرحبا بكم. كاين عندنا هاد الكريبيغ على 7، الثمن ديالها 12 100 ريال 60 درهم. كاين عندنا هادو الثمن ديال هادو 50 درهم،
شوف هاد السابورات بالزاجيه 50 درهم. كاين عندنا لي بونبونيير جوج ب 30 درهم. الكاس ديال السعوديه كل باكيه فيها 6، جوج باكيات ب 30 درهم. شوف معايا هادو حتى هما كنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم. كاين عندنا هادو حتى هما كنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم. وكذلك كنبيعوا لكم حتى هادو جوج باكيات ب 30 درهم. عندنا هاد ليمول الثمن ديالهم 25 درهم. عندنا الطاجين جوج ب 25 درهم. عندنا هاد العواشقات ترونسبار واعرين كنبيعوا لكم خمسه، كنبيعوا لكم باكيه فيها 6، جوج باكيات ب 30 درهم. يعني كل باكيه فيها 6، جوج باكيات ب 30 درهم. كاين عندنا هادو الثمن ديالهم فقط 10 دراهم. الفراقه 30 درهم. هادو كنبيعوا 3 ب 20 درهم. وحتى هادو كنبيعوا 3 فقط ب 30 درهم. السلام عليكم، انا كنت عندكم اليوم في المحل ديال المدينه وتقديت سلعه واعره واثمنه جد مناسبه، ومازال غنرجع نتقدى عندكم مره واحده اخرى. مرحبا بك اختي في اي وقت، وشكرا بزاف على هذا الكومونتير الزوين الرائع اللي كيشجعنا وكيعطينا الطاقه الزوينه باش اننا دائما نجيب لكم الجديد ونجيب لكم لي بروموسيون الزوينين. كاين عندنا هاد اللعيبات اللي كيدخلوا للفران، هادي راه كتدخل الفران، هادي مقيله كتحط فوق البوطه، ايد ديالها اينوكس، كتبدا من 100 درهم، 110، 120، 130، 140، والكبيره ديالها، الكبيره ديالها واقيلا 140 درهم ياك، 150 درهم. كاين عندنا هاد لي تيرموس، هادو كيديروا 70 درهم ديال الماكله، اينوكس من برا ومن الداخل، وهادو ب 40 درهم، 800 درهم الحل هادو من الداخل. كاين عندنا تيرموسات، جوج تيرموسات ب 160 درهم. جوج تيرموسات ب 3200، هاد الكحلين تاهما جوج ب 3200، الكرانيت جوج ب 3000 ريال، وحتى هادو جوج ب 3000 ريال، اينوكس جوج ب 3200، هادو كيديروا 100، كاين عندنا ديال 130 درهم، وكاين عندنا ديال 120 درهم، كاين عندنا هادو جوج ب 2800، حتى هادو كنبيعوا جوج ب 2800، كاين تبارك الله لو شوا، كاين الاختيار. ثلاثة ديال الترموسات، ثلاثة ديال الكاسرونات ميلامين أو ألمنيوم، ماشي ميلامين، ألمنيوم ب 70 درهم، 1400 ريال. كاين عندنا كذلك بزاف ديال لي بروموسيو، كاين عندنا الطبيصلات فيهم أثمنة زوينة بحال هادو النمرة 45 ب 1400 ريال، شوفوا معايا اللوينات اللي فيها. كاين عندنا الفراقة ب 1200 ريال 60 درهم، كاين عندنا هادو جوج ب 70 درهم. وكاين عندنا كذلك هذا الموديل هذا كيدير 50 درهم 1000 ريال. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام مباشرة على هذا البث المباشر. اواني شعيب كيرحب بكم الاخوان، شكون جاي يتقدى غدا يكتب لي انا في الكومنتير. يلا بغيت نشوفكم كاملين الاخوان، كاملين كاملين 2500 واحد كتشوف اللايف، بغيتكم كاملين ديروا لينا نجام. يلا جيم 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 الاخوان ديروا. شوف شوف واحد السيده قالت لي يا خويا، بلاتي قالت لي يا خويا فين كاين المحل، قالت لي فين كاين المحل ديال البرنوصي. جاوباتها وحده وقالت لها حدا استوديو ياسين قرب نيابه البرنوصي. شكرا لكم لانكم كتجاوبوا في بلاصتنا. هاد السيده قالت لك صراحه اثمنه مناسبه، تبارك الله عليكم، ما شاء الله تعاليق مشجعه. كل شيء يعطينا جيم هنا، ديروا لايك والبارطاج الاخوان. يلا كل شيء بارطاجي اللايف الاخوان، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بارطاجي اللايف. اعطيني هاد الكيسان هادو، كنبيعوا اليوم جوج باكيات ب 30 درهم، جوج باكيات ب 600 ريال. وعندنا هادو ديال المناضه، ديال العصير، ديال الماء ب 30 درهم، باكيه ب 30 درهم، وجوج باكيات ب 1000 ريال. اللي خدا جوج باكيات فقط ب 50 درهم. كاين عندنا كذلك هاد لي بورت كيك ب 60 درهم، 1200 ريال. وريناكم الاخوان الترموسات فيهم ثمن زوين. يلا شكون اللي بغى يجي ياخد الترموسات عند اوان الشعيب يكتب لي الترموسات في لي كومونتير. كاينين ديال 120 درهم، كاينين ديال 130 درهم، كاينين الترموسات ديال 140 درهم، وكاينين الترموسات ديال 160 درهم.
كاين عندنا حتى الكاسرونات والمقالي فحال هادو كنبيعو 3 ب 70 درهم وديال الجرانيت كنبيعو 3 ب 190 درهم 3 190 درهم شد معايا فحال هكا وهادو 100 حتى هو لا هادو لومبالاج ديالهم عطيني لومبالاج ديال الا كان لومب حتى هما 190 درهم كاين عندنا كذلك هاد لي كريبيير 60 درهم كاين عندنا هاد المقاي اللي كنبيعو لكم جوج ب 12 ب 1400 ريال زيد 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 اخويا زيد زيد كاين عندنا الفيزان 3 54 درهم كاين عندنا هادو 3 ب 1000 ريال وحده ب 20 درهم وهاد الصغار شويه 10 دراهم الوحده حتى هادو 10 دراهم كاين عندنا التبصيل و 6 طباصل صغار ب 99 درهم الاخوان كاين عندنا هادو الثمن ديالهم فقط 80 درهم 1600 ريال كاين عندنا الطبيصلات كيديروا 3 ب 50 درهم 3 ديال الطباصل ب 50 درهم كاين عندنا المقراج ديال الضو الثمن ديالو فقط 1600 ريال كاين عندنا البلاندر كاس ديال الزاج ب 4000 ريال شوفوا معايا هادو كيديروا غير 30 درهم الثمن ديالهم فقط 30 درهم واعرين الثمن ديالهم 600 ريال الاخوان فيهم اشكال وانواع وموديلات الاخوان 30 درهم كاين عندنا هادو كنبيعو لكم فقط ب 4000 ريال كاين عندنا هاد الموديل كيدير 4600 كاين عندنا كذلك هاد الموديل كيدير 4000 ريال كاين عندنا لي بلاطو ديال الروايه 4000 ريال كاين عندنا كذلك التويشيات ديال العطريه الثمن ديالهم فقط 150 درهم عافاكم واحد القضيه مهمه جدا اي واحد عنده شي ملاحظه على محلات اواني شعيب يخلي ليا ميساج فوكال في الرقم ديالي اي واحد مشى شي محل ولقى شي ثمن ماشي هو هذاك في المحل يصور الارتيكل ويقول ليا سميه المحل والبلاصه اللي فيه لان بعض المرات كيقدر يوقع واحد سوء تفاهم شنو هو كيقدر يجي يخدم معنا شي دري جديد اللي ما عرفش الثمن كيقدر يزيد في الثمن ولا ينقص في الثمن وما بلا ما يقولها الريسبونسابل اللي كاين تما الوغ نتوما كتقدروا تساعدونا اكثر في هذه النقطه هذه لان ما شاء الله المحل فيه واحد 400 ولا 500 ارتيكل الدري الى جا جديد صعيب يعرف الثمن في دقه واحده نقطه ثانيه الاثمنه بعض المرات انا كننقص في الثمانات كاين البياسه اللي كنبيع انا ب 80 درهم كنجي كندير في اللايف مع 12 الليل كندير ليها 60 درهم الوغ الوليدات اللي كاينين في المحلات الاخرين ما كيكونوش عارفين كتجي انت كيقدر يقول لك 80 درهم ديال الثمن القديم كتكون الفورماسيون مازال ما وصلاتوش مثلا الوغ اي واحد عنده شي ريكلاماسيون عافاكم صيفطوا ليا في الواتساب ماشي لي زابيل في الواتساب باش نقدر نقراهم كاملين على 06 قيدوا عافاكم 06 26 شوف معايا هنا 06 26 75 75 20 سهله قيدوا عندكم هذه النمره هذه 06 26 75 75 20 مثلا الا كتشوف شي محل وما كتلقاوش السلعه متوفره سلام شعيب انا كنمشي للمحل اللي في الحي الفلاني هاد السلعه اللي بينتي في اللايف مثلا ويقول لي اشنا هي ما لقيتهاش مثلا او سلام شعيب انا مشيت للمحل الفلاني واحد الدري توصفيه ليا مزيان ما تعاملش معايا مزيان مثلا او مشيت للمحل الفلاني مثلا هاد لي ريكلاماسيون ديالكم كيقدروا يعاونوني انا اكثر باش انني ندير لو كونترول اكثر لاننا دائما خصكم تعرفوا هاد الهضره ما كنقولهاش شعارات باش نبان قدامكم زعما انا راني مزيان ولا هاد الشيء كنقولوا بكلام صادق اهم حاجه عندنا هما نتوما تكونوا عاجبكم الحال وفرحانين وكتجيو تقداو نتوما يعني اليز ومرتاحين اكثر هادي اكثر حاجه كنوصيو عليها الدراري ديالنا كاينه عمر هاد الهضره ولا لا قابحني انا في اللايف دابا مباشره كاينه سي حمزه
دابا المشكل نتايا كيشكروك الكليان تيقول له حمزه درياف واللعيبات وداك الشيء ها يعني حنا عندنا هذه من الحوايج المهمين جدا في المحلات اواني شعيب الوغ مرحبا بكم الاخوان اي واحد بغى يبدل الكوزينه ولا بغى يتقدل المعن مرحبا بكم في محلات اواني شعيب البرنوصي المدينه وكذلك المحل ديالنا اللي كاين في في الحي المحمدي. بالنسبه لاواني شعيب القريعه بزاف الناس يقدروا يقول اش ما بقيتش كنذكرها في اللايف اواني شعيب القريعه هاد الايامات عندنا بعض الاصلاحات في في المحل السلعه كاينه متوفره كاينه السلعه مي ما غتلقاوش 100% الترموسات كاينين المقراج كاين الكاس كاين الكوكوطات كاينين لي بانيني كاينين هذا مي كاينين دي زارتيكل اللي ما تلقاوش 100% حنا اي محل كنلقاو او كنقولوا انه ما فيش السلعه متوفره 100% ما كنبقاوش نقولوا في اللايف لا هو محل تابع الاواني شعيب محل فيه السلعه ديال الاواني شعيب محل فيه البروموسيون ديال الاواني شعيب مي غير الا كان المحل ناقصه فيه شويه السلعه ما كنبقاوش نقولوه في اللايف مي الناس اللي قراب لديك البلاصه يمشيو يتقداو من تما كاين اواني شعيب البرنوصي القريعه المدينه الحي المحمدي كذلك مدينه المحمديه ومرحبا بكم الاخوان كنشكركم بزاف على هذه المتابعه ديالكم كاينين دي بروموسيون رائعه غدا ان شاء الله كنحلوا من 10 الصباح حتى 10 ديال الليل حاجه واحده اللي بغينا الاخوان وانكم تبارطاجيو هذا اللايف باش الناس تجي تستافد من لا بروموسيون غنعاود ندير معكم واحد الدوره على المحل كامل دابا غنعطيكم لي بروموسيون اللي عندنا غنعطيكم لي سولد اللي عندنا وغادي نحبس هذا اللايف نبداو على بركه الله الاخوان واحد السيده كتقول لك انا تقديت من القريعه ومن المدينه وكلهم المعامله ديالهم زوينه كنقول لك شكرا لك بزاف كيف كتشوفوا هذا هو اللايف ديالنا اي واحد بغى يشجع اواني شعيب يدير لينا هنا جيم هنا كليكي على لايك هنا والبارطاج سهله جدا جيم والبارطاج بالنسبه لخدمه التوصيل كنديروا خدمه التوصيل غنعطيكم دابا الارقام الاخوان بقوا معايا بقوا معايا الاخوان نعطيكم خدمه التوصيل ديال اواني شعيب هنا فين غتلقاوها بقوا معايا عفاكم خدمه التوصيل كاينه 06 05 09 05 98 وكاينه 06 35 40 19 19 كاينه كذلك 06 53 69 04 86 اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين لهاد الارقام ويصيفط ليهم انا غنوريكم السلعه دابا يبقاو معايا دابا اواني شعيب المدينه هذه هي جرده الحمام كيف كتشوفوا هذا هو بريد المغرب وهذا كاين هنا بريد المغرب كاين بنك المغرب اواني شعيب المدينه جوره بنك المغرب دابا حاليا غادي نعطيكم لي بروموسيون اللي عندنا باش ما ننسى حتى شي حاجه غنبدا من هنا قبل ما نبدا معكم السولد ديال اواني شعيب غنقول لكم اننا حنا كنتواجدوا اواني شعيب البرنوصي هو هذا حنا جينا مقابلين مع الدار اللوراني ديال النيابه هذا الحيط اللي كتشوفوا نتوما مقابل معايا دابا هو الحيط ديال النيابه ديال البرنوصي النيابه ديال البرنوصيه هذه حنا جينا اونفاس معاها بلا ما راه ملاصق معانا استوديو ياسين ومقابله معانا الريد بين ديال البرنوصي نبداو الاخوان كاين عندنا هاد الغراف الثمن ديالو 20 درهم 400 ريال رائع جدا 400 كاين عندنا كذلك هاد القريعات كنبيعو جوج قراعي ب 25 درهم كيتسدو بواحد الطريقه زوينه كيتخوى فيهم الماء جوج ما قلت والو دابا قلت كيتسدو بواحد الطريقه زوينه وكيتخوى فيهم الماء
حسيت براسي عابط في هاد اللحظه هادي. جوج ب 25 درهم. كاين عندنا كذلك ثلاثة ب 50 درهم. هادو زوينين صراحه ناضين، واللي كبر عليهم شويه كيديروا ثلاثة ب 60 درهم، ثلاثة ب 1200 درهم. اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين. كاين عندنا هاد لي كوفير فيهم طراب وفيهم عاشق وفيهم مغراف وفيهم صفاي وفيهم هاد الشوكه، الثمن ديالو 100 درهم. وكاين عندنا هادو، لا هادو ب 90 درهم، لا ماشي 100 درهم، هادو 90 درهم. وهادو الذهبيين 100 درهم. يلا الاخوه اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين. كاين عندنا المقالي كنبيعوا لكم جوج مقالي ب 70 درهم، 1400 ريال. جوج مقالي ب 1400 ريال، جوج ب 70 درهم. يلا كلشي يدير لينا جيم والبارطاج. كاين عندنا البيردات الصغير ديالو ب 70 درهم، واللي كبر منه شويه ب 80 درهم، 1600 عواد 2600. كاين عندنا لا مارك إيليت عواد 2400 غتاخذو ب 1200 ريال، إينوكس أوريجينال براد واعر، واللي كبر منه 80 درهم، واللي كبر منه 90 درهم، والكبير ديالو 100 درهم. كنحلو يوميا من 10 الصباح حتى 10 الليل، غدا الجمعة والسبت والحد نايضة ديال بصح، من 10 الصباح ل 10 ديال الليل. اللي بغى يعمر الكوزينة يجي عند أواني شعيب. كاين عندنا هاد الكيسان كيرجعوا لكم من جديد. آي 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 70 درهم، 1400 ريال، 12 كاس ب 1400 ريال، 70 درهم. ها هما هما هادو 70 درهم، هادو واعرين. أكثر كاس طلبا، أكثر كاس محبوب عند الزبناء ديال أواني شعيب هو هذا. الثمن ديالو 1400 ريال، 12 كاس ب 1400. واعر 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 صراحة. أنا غنحاول نسرع بالزربة باش ندور لكم على الثمانات كاملين باش نساليو اللايف. هاد الكيسان 70 درهم، هاد الكيسان 60 درهم، 1200. هادو هنا 1200، تا هادو 1200 ريال. كتبوا لينا في التعليق شكون اللي زوين، نسميو هذا رقم واحد، وهذا رقم جوج، وهذا رقم ثلاثة. 60 درهم. كاين عندنا هذا الموديل، هذا 100 درهم ياك؟ وهذا؟ فيهم ثمن رائع، وهذو كيديروا 120 درهم، 2400 ريال هذو واعرين ب 2400، 12 كاس ب 2400 هذو كويسات اوريجينال. نكمل معاكم لا بروموسيون عفاكم بسرعه، اللي عجباتو شي حاجه يدير سكرين باش يقدر يصيفط الخدمة التوصيل. كاين عندنا هذا الصغير ديالو 170 درهم، واللي كبر منه 190 درهم. حتى هاد الموديل الصغير ب 170 درهم، واللي كبر منه ب 140 درهم، 190 درهم. هذا كيدير 30 درهم، 600 ريال. حتى هاد القصار كيديرو 30 درهم. كاين عندنا هاد الكيسان بالرجيله باكيه فيها 6 عواد 60 درهم ولا 70 درهم، غتاخذوها غير ب 35 درهم. حتى الطوال كيديروا 35 درهم، باكيه فيها 12. الكاس فيرزاتشي 25 درهم، باكيه فيها 6. واعر هذا الكاس هذا صراحه. الكاغاف 50 درهم، هادو كريستال ب 40 درهم، باكيه فيها 6 ب 40 درهم. وهاد القصار 35 درهم. يلا كلشي عطينا جيم والبارطاج، كلشي بارطاجي اللايف. قرعه وستة القراعي ديالها كيديروا فقط 80 درهم، 1600. لي بونبونيير كريستال 1200 ريال، وهاد الطوال 1400 ريال، 70 درهم. بشاخ على الجديد. مازال 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 مازال، بقاو معنا الاخوان، ما تزابيوش. كلشي دير جيم ويبارطاجي اللايف. ليكاج 2400، 120 درهم الاخوان. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشره من محلات اواني شعيب،
دابا كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي ورا النيابة. انا غنعطيكم اللوكاليزاسيون كثر، بقاو معنا. كاين عندنا هادو كيديروا 18 درهم الاخوان، 360 ريال. والبلاطو ماسكاني بالمرايا، ما عرفتش علاش كتهضر هاد السيده صح. بلاطو ماسكاني بالمرايا هادو كنبيعوا 6 ب 20 درهم، 6 ب 400 ريال. ما تنساوش الاخوان تكتبوا لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه. الاخوان شاركوا معنا في التعاليق. الثمن ديال هادو 45 درهم، 900 ريال. زوينين هادو، شو 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 واعره هادي صراحه. بفضل محلات اواني شعيب وبفضل اواني شعيب من بعد الله سبحانه وتعالى ولاو الاواني المنزليه البريستيج بارخص ثمن بفضل الله. واواني شعيب الثمن ديال هادو 1200 ريال، 60 درهم على جوج بالغطايات ديالهم واعرين، وعلى ثلاثه ب 80 درهم 1600. لي بلاطو كنبيعو جوج ب 60 درهم. يلا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، زيدونا زيدونا البارطاج الاخوان، البارطاج كلشي بارطاجي اللايف. هادو كنبيعو ب 20 درهم 400 ريال. كاين عندنا هادو ديال الماكله زوينين صراحه ديال الزاج، وهاد المول هذا راه كيدخل الفران على فكره. شتي مول كيدخل الفران ديال الماكله بالغطا ديالو، غنبيعو لكم جوج ب 25 درهم. ايوا ما تاخذوا دوك البواطات ديال الالومنيوم اللي غير صحيين، ولا تاخذوا بواطات ديال البلاستيك اللي غير صحيين، اجي وخذوا البواطات ديال الزاج صحيين وكيدخلوا حتى الفران. الثمن ديالهم جوج ب 25 درهم، جوج ب 25 درهم. واللي كبر منهم شويه كنبيعوا وحده ب 20 درهم. العجانه 1000 ديال لي واط 4 ايترو ب 450 درهم بالطابليه ديالها. كاين عندنا هاد القراعي كنبيعوا 3 ب 80 درهم، وهادو كنبيعوا 4 ب 80 درهم. وهاد القراعي كنبيعوا 4 2400، نقصنا لهم في الثمن. كاين عندنا طراب 50 درهم 1000 ريال، وبالباني وبالسيبورا ديالو 100 درهم. الباني جرانيت اينوكس 4000 ريال، البلاندر اينوكس 4600، والبلاندر كجاج ب 4000 ريال، والمقراش اينوكس ب 80 درهم. كاين عندنا هادي بالارجيله كدير 1200 ريال، شت معايا بحال هكا من التحت، شتها من التحت، وبالرجيله ديالها 80 درهم. بالارجيله 1600، بالرجيله 1200، وبالرجيله 80 درهم. كاين عندنا هادو كنبيعو جوج ب 70 درهم، جوج ب 1400 ريال. واحد السيده قالت لي الهاشوار بشحال؟ الهاشوار ليكسيس كدير 130 درهم 2600، اينوكس من الفوق ومن التحت، وكرافت كدير 160 درهم، حتى هي جوج اترو. غير كرافت فيها بزاف ديال الماس، وفيها 3 بوطون 3 فيتيس، 3 ديال البوطون. هذه اللي كدير الطراب، هذه الفيتيس الاولاني، وهذه لا فيتيس الثاني، وفيها بزاف ديال الماس كيف كتشوفوا هنا. الثمن ديال جوج اترو ب 160 درهم، و 3 اترو 190 درهم. هاي فيها الموس الاول الثاني الثالث الدوبل. كاين عندنا المعاسه ديال البطاطا، المخاض ديال اللبن، الطراب ديال الثومه، هادشي كامل ب 160 درهم، وديال 3 اترو ب 190 درهم. زيد اجيو نجيو هنا، غنجيو هنا وغنختموا اللايف. كاين عندنا الترموسات فيهم ثمن زوين، كيبداو من 2400 2600 2800 3000 3200. الكاسرونات كاينين ديال 70 درهم، كاينين ديال 190 درهم، وكاينين ديال 230 درهم. المقراش كيبدا من 1600 1800 100 درهم 110 درهم.
الطباصل حتى هما فيهم ثمن زوين بحال هادو كيديروا 70 درهم 1400 ريال. زيد زيد اخويا زيد عطيني الكوكوطات عافاك. الكوكوط فيها ثمن زوين 3 اترو كدير 150 درهم. لا جوج اترو كدير 150 درهم، جوج اترو كدير 150 درهم، وثلاثه اترو كدير 170 درهم، واربعه اترو كدير 4000 ريال. كنا كنبيعوها ب 4600. راه عدد كبير ديال الناس خداو هاد الكوكوط وصدقات اليوم مخيره، والناس اللي في الكومونتير غادي يشهدوا على هادشي اللي كنقول. يلا اللي خدا عندنا شي حاجه وصدقات لي شارك معنا في التعاليق الاخوان، بارطاجيو مع الناس اشنو كتاخذوا عندنا، بارطاجيو مع الناس اشنو السلعه اللي خديتو عندنا وصدقات لكم زوينه، سواء اللي خدا بلاطو، سواء اللي خدا كيسان، سواء اللي خدا براد، سواء اللي خدا كوكوت، سواء اللي خدا تيرموسات، سواء اللي خدا كاسرونات، سواء اللي خدا الهاشوار، سواء اللي خدا بانيني، سواء اللي خدا البلاندر، سواء اللي خدا اي حاجه، شاركوا معنا في التعاليق الاخوان. كاين عندنا هاد الكوفي غادا قلنا الثمن ديالو 60 درهم 1200 ريال، هو رائع. ستة العواشق صغار، ستة العواشق كبار، ستة الفورشيطات، وستة ديال الماس، الثمن ديالو فقط 1200 ريال. ترموسات اينوكس كيديروا 160 درهم، اينوكس من برا ومن الداخل، والجرانيت 150 درهم، والبلاستيك دوغي بريستيج 160 درهم، والبلاستيك سامبل 140 درهم، وهادو كاين ديال 120 وكاين ديال 130 درهم. كاين عندنا هادو 20 درهم 20 درهم 22 درهم 26 درهم 25 درهم 25 درهم 26 درهم. الموس والبال 400 ريال، هادو ب 10 درهم 30 درهم، هادو فقط ب 15 درهم، جوج ب 25 درهم، جوج ب 30 درهم. صراحه كاين ما يدير الاخوان، غير اللي ما بغاش يعمر الكوزينه مع اواني شعيب، اللي ما بغاش يعمر الكوزينه مع اواني شعيب كاين ما يدار. مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. نتوما الان مباشره من محل اواني شعيب البرنوصي، كيف كتشوفوا المحل ديالنا في البرنوصي. غنعاود نعطيكم اللوكاليزاسيون اكثر، ركزوا معايا مزيان الاخوان. اواني شعيب البرنوصي، شوفوا معايا، بقوا معايا عافاكم. اواني شعيب البرنوصي قدامنا واحد الجريده زوينه بزاف. كنقول تحيه كبيره للسلطات ديال مجلس المقاطعه ديال البرنوصي على هاد الجريده الرائعه اللي كتواجد مباشره امام اواني شعيب. محل اواني شعيب هو هذا، جات مقابلة معنا الجريدة الزوينة اللي كتفتح النفسية ديال الإنسان، وهاد الجريدة هادي مقابلة معاها النيابة، هادي هي النيابة اللي كاينة في البرنوصي. حنا جينا في الظهر ديالها، يعني جينا في الشارع، وبلا ما راه كاين هنا إعدادية الطريق، إعدادية الطريق ما جاتش حدا سوق طارق باش ما تغلطوش، إعدادية الطريق جات قريبة لجامع الفردوس. كاين هنا واحد القهوة سميتها قهوة المنصور، لأن هاد الكارتي سميتها المنصور، وملاصق معنا واحد الاستوديو ديال التصوير قديم هنا في البرنوصي، حتى هو معروف، سميتو استوديو ياسين. هو هذا استوديو ياسين، كنقول ملاصق مع أواني شعيب، لأن بيناتنا غير واحد المحل صغيور. أواني شعيب ملاصق مع استوديو ياسين، وهنا كاين الريدبان ديال البرنوصي. هنا مقابله معنا واحد الجرده كبيره، ورا الجرده كاين السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي. السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي اللي جا حدا قهوه سفير، لتحت ديز الترامواي، يعني اللي غيجي في الترامواي غيهبط في التيرمينيس ديال 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 التيرمينيس ديال البرنوصي، وغيرجع مع هاد الشارع نيشان. هنا راه مقابله معنا قهوه سفير، انا غنزومي على قهوه سفير من هنا. رايا شتو هادي هي قهوة سفير، شو هنا كاينة قهوة سفير، هي هادي معروفة، معروفة لأنها كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. قهوة سفير كتطلعو مع الشارع نيشان الفيروج،
كتلقاو اواني شعيب البرنوصي النعت واضح جدا. كتبوا لي عفاكم في الكومنتر حتى الناس اللي كيجيو من لوطوروت من بلايص بعاد من بن سليمان ولا من المحمديه ولا من شي بلاصه راه كتطلعوا مع الطلعه ديال ريشبوند كتبان لكم ريشبوند على اليسر كتطلعوا معاها كيبان لكم واحد الجامع اللي سولتوه ولا قلتوا ليه النيابه ديال البرنوصي ولا قلتوا ليه اواني شعيب غنوريكم المحل. كاين كذلك اواني شعيب المدينه المحل ديالنا جا في الظهر ديال بنك المغرب اواني شعيب الحي المحمدي جوج محلات اللي في الطلعه ديال القيصريه وكذلك اواني شعيب اللي جا مقابل مع دوره المذاكره. شكرا بزاف على المتابعه وما تنساوش كلشي يدير بارطاج وكلشي يدير بارطاج وكلشي يدير بارطاج. وغادي نختم معكم انني غنعطيكم الارقام ديال لا ليفريزون 06 05 09 05 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. اللي يلاه دخل معنا اللايف دابا كلشي بارطاجي اللايف. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو معكم دابا في انستغرام لايف على انستغرام كلشي بارطاجي اللايف.